إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوب تي في في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة شفشاون القلب النابض لهذه المدينة التاريخية، المدينة الجميلة الجوهرة الزرقاء. احنا بالضبط من إحدى أهم الساحات هنا بمدينة شفشاون، ساحة أوطا الحمام. هذه الساحة التاريخية اللي كتعرف واحد الإقبال كبير من طرف سواء المواطنين المغاربة وكذلك الأجانب اللي يعني كيزوروا هذه المدينة بشكل مستمر، متتبعي ومتتبعات قناة شوب تي في. مجموعة من السياح الأجانب فهم كيزوروا مدينة شفشاون لقضاء فترات جميلة هنا بالمدينة. كما كتشاهدوا معنا متتبعي قناة شوب تي في، مجموعة من المقاهي وكذلك المطاعم اللي كتوجد هنا هاد الساحة، ساحة أوطا الحمام. طبيعة الحال الجو جميل هنا بمدينة شفشاون. متتبعي قناة شوب تي في، هذه الأجواء الجميلة التي تشهدها ساحة أوطا الحمام هنا مباشرة من مدينة شفشاون. كما قلنا مجموعة من الأجانب، السياح الأجانب من إسبانيا، من فرنسا، من هولندا، من بلجيكا، يعني جميع الجنسيات، فهم كيزوروا مدينة شفشاون لقضاء العطل ديالهم لاكتشاف هذه المدينة الجميلة، وكذلك المغاربة من مختلف المدن المغربية فهم كيزوروا هذه المدينة الجميلة. مجموعة من اللوحات الفنية كذلك لوحات جميلة تعبر عن التراث ديال مدينة شفشاون. يعني مدينة شفشاون هي مدينة الجمال، مدينة نقاء الروح، دائما اللون الأزرق فهو يغلب على طابع المدينة، حتى اللوحات اللي يتم رسمها فيغلب عليها الطابع الأزرق. كما كتشاهدوا معنا متتبعي قناة شوب تي في، الحال فهذه جبال مدينة شفشاون، هذه يعني شجرة الأرز، هذه إحدى أقدم الأشجار هنا وسط ساحة أوطا الحمام، هي شجرة الأرز، الشجرة اللي هي كبيرة واللي هي معمرة هنا لسنين وسنين. بطبيعة الحال فمجموعة من المحلات التجارية فهي متخصصة في بيع الأشياء التقليدية ديال الصناعة التقليدية اللي مصنوعة باليد واللي كتلقى إقبال كذلك كبير من طرف السياح والزوار، كذلك مواد التجميل، يعني مجموعة من الأشياء الجميلة اللي كتباع هنا بمدينة شفشاون. هذه بطبيعة الحال بعض المقاهي والمطاعم المنتشرة هنا بساحة أوطا الحمام اللي كتقدم وجبات سريعة، أكلات شعبية خاصة بالمدينة. بطبيعة الحال فهذا يعني إحدى أهم المساجد اللي موجودة هنا بمدينة شفشاون، وأقدم المساجد كذلك. يعني مدينة شفشاون صراحة مدينة جميلة جدا،
بطبيعة الحال فهذه هي القلعة أو القصبة، يعني إحدى أهم المعالم بمدينة الشام. متابعي قناة تشوب تي، هذه الأجواء هنا مباشرة من مدينة الشاون، هذه المدينة الجميلة، يعني صراحة أجواء جميلة، أجواء رائعة تعيشها المدينة. كما قلنا فهذه الجوهرة الزرقاء هي مدينة الجمال، مدينة الهدوء، مدينة السكينة، مدينة اللي كيبحث أي واحد على الراحة النفسية أنه يقضي أجمل العطل ديالو فيجي لمدينة شفشاون، هاد المدينة الهادئة. طبعا بحال فهذه اللوحات هي تعبر على دروب وشوارع مدينة شفشاون وجمالية المدينة. هادو جبال مدينة الشاون. كما قلنا هذه القصبة، غادي نحاول أننا نقربكم منها أكثر من قبل، إحدى المعالم التاريخية. هي القصبة اللي تبنت يعني 876 هجرية، يعني حوالي 1471 ميلادية، واللي بناه هو المولى علي بن موسى بن راشد. هذه الحال فهذه إحدى المعالم التاريخية هنا بمدينة شفشاون. هذه القصبة التاريخية اللي غادي نحاولوا أننا نزوروها من خلال هذا المتابعين قناة تشوف تي في، إلى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.